أعزائي متابعي قناة هل تعلم، أهلا بكم في كل مكان. عليك الاستعداد للبقاء أمام الشاشة لبعض الوقت، لأنك لن تستطيع الابتعاد عنها بسبب هذه الفيديوهات الرائعة. إذا تابع الفيديو إلى النهاية، وكالعادة وقبل أن نبدأ، انزل للأسفل واضغط على زر لايك، كبر الشاشة ولننطلق سويا. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم. من الممتع أيضا مشاهدة السفينة وهي تخترق الجليد. تبدو شطيرة الحمم البركانية لذيذة جدا. أما خزان كبير من المعادن المنصهرة فيبدو مرعبا. كانت تلك قفزة رائعة. وهنا لدينا قفزة أخرى. حتى الدراجات المائية يمكنها تقديم بعض العروض الجميلة. لابد أن محرك الدراجة قوي جداً. القفز بالحبل مرعب حتى أثناء النهار، فما بالكم إذا حدث ذلك في الظلام الدامس؟ أصيب الرجل بصدمة حين شاهد ألسنة اللهب وهي تلتهم المطبخ، ولكنه بعد ذلك أدرك أن النار مجرد انعكاس لشاشة التلفزيون على الزجاج. هذا العمل غير مناسب لمن يعاني من رهاب الأماكن الضيقة. نأمل أن يصلح هذا العامل الأواني الفخارية التي أفسدها. تم تصوير هذه المشاهد على سطح بحيرة بايكال الروسية، وهي أعمق بحيرة في العالم، فتتسبب حركة المياه في تحطم الجليد وتراكمه على ضفة البحيرة تدريجياً. لابد أن سر البيتزا الإيطالية يكمن في سرعة دورانها داخل الفرن. ما رأيكم؟ هل تعتقدون أن الدراجين يتعرضان للمطاردة؟
سيدفع عشاق فيلم دانجن اند دراجونز كل ما لديهم للحصول على هذا المجسم الرائع. ذلك ممكن، لقاء الحيوانات المفترسة في الغابات احتمال وارد. التدقيق في ملامح وجه هذه الفتاة يسبب الدوار. حتى الفيضانات لا يمكنها منع الرجال من الجلوس في المقاهي. اضغط على زر لايك إذا كان الصوت الذي أصدرته الشجرة أثناء سقوطها قد سبب لك القشعريرة. هل تستمتعون أيضا بمشاهدة عمليات الهدم؟ أنت الآن تستمتع بشبكة الإنترنت في منزلك، ولكنك لا تعرف ما يعانيه العمال في الخارج لإبقائك متصلا بالعالم. اختفت الطائرة وكأنها تسافر عبر الزمن. وجدت الفتاة طريقة لعدم دفع المال مقابل الوزن الزائد في الأمتعة، وهذا الشاب لن يدفع مقابل خدمة التوصيل. هل كنتم ستبقون مكانكم وتواصلون التصوير أثناء انهيار الممثل؟ لابد أن نجاح هذه الحركة قد تطلب الكثير من التدريب. من الممتع مشاهدة السحب وهي تمر من حول هذا الجبل. هذا ليس فيضانا، بل إنها أمواج المد والجزر، والمدينة قريبة جدا من الشاطئ. قبل القفز من هذا الارتفاع يجب تناول مضاد نوبات الذعر. أحيانا تتخيل أن بمقدورك استعمال سلاح النونشاكو مثل هذا الرجل، ولكنك في الحقيقة تستخدمه مثل هذا الرجل. تسمح لنا كاميرات التصوير البطيء بمشاهدة الكثير من الأشياء الرائعة في هذا العالم. لا نعرف ما إذا كان هذا العمل سهلا، ولكنه يبدو ممتعا. تسديدة قوية تكفي للحصول على هذا المشهد الجميل. أعزائي متابعي قناة هل تعلم؟ إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب ثانكس.
إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.